3, 2, 1. خلي قصتنا تغلي دراما دراما تتعلم ليش بتمعنش على الكمون وبتبيعها بقشرة ليمون. الله انت بتعاوز تتكلم تخرس تسمع ربي صدال صدال خويا ياسر ديك صحة خويا عاوز تكلم ها خويا ربي 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 مش كنت بسيطة عاوز تكلم مش كنت دقيقة تتكلم ها ملبوس خوان ناش يطي موزي ربي 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 تصالح ربي ها صافي 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 انت ملبوس خويا انت ملبوس تكلم اتكلم 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 اطلع من بغا اطلع من السنة اتكلم اتكلم ما في كلام صدال مش ده تاني اخويا بالرياح ديك الصحة كلمت اخويا ياسر عندي الحلية بالصاصية مش عاوز يخرج لابسة مش عاوز يخرج ها ان شاء الله صافي استوى خروج خروج اخرج اخرج تكلم قنرجيلا
يرزقك يا بصندة، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا بصندة، وليه راح موت، الله لا يرزقك. ربي مرحوم الوالدين، اتكلمت اتكلمت، خرج الجني، انا في الصندل ما خدت لك دي خرجتي تتكلم. ربي الله لا يرزقك، يا ريتني ضليت اخرج. إن شاء الله بتطلع على قبري ما أحلاك. لك يا رب ابعت لي عريس مثله يا رب. ويا على بعضه، في مجال نتعرف، في مجال ناخذ ونعطي، في مجال نحب بعضنا. لك قوس قزح بيمشي على الأرض ولا بالسماء؟ يا الله شو حلو العمى، مثل الملاك، الله يبعث لي مثله يا رب. على رمشي بتمشي وعلى خدي بتهدي، نورتي الحارة يا قطة. شفت لي هالاختراع؟ لك هدول حريم وحريم لحريم. امشي حسام امشي امشي. لك سبحان اللي خلقك على الشبوبية الحلوة، لك دخيل هالعيون ما أحلاهم. لك نيالة مرتك عليك إذا كنت متجوز، وإذا مو متجوز الله يبعت لك عروس مثلي يا رب. شايفين اللي انا شايفه؟ مو بس شايفين، لك يسلم لي الخلع على هالطول يا زلمه. لك يا سيدي نياله جوزها اذا كانت متجوزه. شايف؟ اللهم صل على النبي. دخي الله اللي خلقها، لك سبحانه اللي كونها. ولك هي حقيقيه ولا بلاستيك يا زلمه؟ يا زلمه شو هالزخامه هاي؟ رح اقعد لحالي. لك انا شلون الله عم على قلبي وتجوزت هيك وحده؟ والله ما عم بفهم. الله يلعن هديك الساعه. بعت لك حمادي هاد البرفان اللي بتقتل. رحت لحالي ارجع بلاقيك مدفوس نايم. ولك انا كيف الله عم على قلبي وتجوزتك؟ ولك عن ايدك ريالي يا ريس غلب البرشاوي، يا ريس عن ايدك ريالي يا ريس غلب البرشاوي، يا ريس والقول كويس يا وعندك برشاوي يا ريس غلب الريالي. لك حبيبي من اولها اليوم يوم البرشاوية وبس، انتو ريال مدريد صفولي على جنب. والله خايف فاجئك بالحقيقة أقول لك اليوم يوم الريالية يا حبيبتي. اليوم يوم البرشاوية يا حبيب قلبي. يا حبيبتي وحزين كتير، أنا حزين، شو فيني حزين؟ لأن المشجعات اللي مثلك رح يندثروا. المشجعين اللي مثلك رح يندثروا حبيبي.
ليك ليك على هاللعبة؟ 11 لاعب دفاع من أولها؟ يلا يلا وقفوا على جرب ريال مدريد وافتحوا اللعبة للبرشاوية الأبطال. فشرتي ريالية اللي بيفتحوا اللعب، نحن من غير لعب من زاوية لزاوية. عمك أوزيل بيرفع كروس لعمه رونالدو، ورونالدو بيركض فيها بيركض فيها من كتر ما انه سريع، بيركض فيها وبيقلشها هيك من قفا رجله في الطابه. شو بصير فيها؟ بتصير بتصير بتصير، ودفاع برشلونه مش عارفان شو عم بيصير، شاب يروح يمين وساب يروح شمين شمال، بيركض عمك راموس من الدفاع وكمان هو بتصير 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 وبينتحر. يا حدا بس جول 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 جول، لك دخيلك انت واللعيبه بسكوت تبعك. طلع طلع شوف برشلونة، لعيبة برشلونة ماسكين اللعب من منطقة الوسط، لك وكل اللعيبة ما بيطلعوا شيء قدام اطفروا لميسي. لك دخيل البطن اللي حملتك على هالرشاقة اللي عندك، مو مثلك ومثل لعيبتك عرقين ونص على الفاضي. شو عرقين ونص؟ هلا ميسي لاعب عليه الحلال كاو، حسه بيلعب احسن منه، وما بيلبس اديداس وبو، ما بيلبس هذا البطل بلاستيك صناعة ميدين أليبو، وكان ببطولة آسيا الفريق يشلح البواط ويلعب حرفيان ويسلخ أبوز من نص الملعب يحطه بنص الجول. جول 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 لا بقلي كاني لا مالي، نحن الريالية اللي منفتح اللعب. يا الله يا الله دخيل ربك يا ميسي، هزلوا شباكو لكاسياس. حبيبي يحيى هلا انتو فوتوا جول علينا، يعني اذا فازت ريال مدريد على برشلونه رح تجيب لي الخاتم الالماسي اللي وعدتني فيه؟ لا حبيبتي، لانه بخاف هيك رجولتي تهتز قدامي. لا حبيبي ما رح تنهز ما رح تنهز. بلا رح تهتز، لانه انت بتعرفي قديش مساله الوعد مقدسه عندي، وما في خاتم. مدريد يا عمري ما في خاتم الماس لك، وحياتك وحياتك برشلونة رح تفوز يا عمري، ورح تشتري خاتم الالماس وانت عم تلعب يا روحي، فهمت حبيبي؟ دم يا شجاع دم، بسيطة سيطاح. انتو طول عمركم برشلونية بتلعبوا بهي الخطة، خطة العنف، بس معلش شو ما صار نحن بتعملها الاخلاق الرياضية بسيط. لكن حبيبي مشان تحرم تاني مرة تتحدى برشلونة. جول هي ليقى برشلونة جامل جول جول، مشان تعرف تاني مرة كيف تتحدى برشلونة، ولح تجيب الخاتم ورجلك فوق راسك وها دم يا شزا. يا سيدي غدا ما بيتفور. صحتين وهنا، ان شاء الله محل ما بيسري يمري. تسلم لي يا حبيبي تسلم. الظاهر اني نعست كتير والله، وما في اطيب من النوم بعد الغداء. يا سيدي وانت انت ومدلك حرامي، خلنا نغفلنا شي ساعه قوم. لا 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 ما فينا بنوب، اعوذ بالله. تذكرت موعد كتير مهم كنت نسيانه، ما فينا نغفل بنوب. يا ما تقوم البيت بسرعه خلنا نروح يلا. وانت قلت قبل ما تغير رايك. ليك شو بدي قلك؟ قلي لك طعم هالكنبايات كتير حلو اللي عندك. قد مين يا روحي؟ قد مين؟ قد لك ابو شاكر وينك؟ مع مين عم تحكي؟ مع ابو شاكر. مين ابو شاكر؟ لك ابو شاكر اللي عنده هونداي. ومن شان شو الهونداي؟ شان يحمل طعم الكنبايات. هو شو مطيرس؟ الو اخي ابو شاكر، لا تواخذنا مخربطين بالنمره.
اخي هات لهون والله يخليك لا تقرني. اخي الله يخليك اطلع لبرا. قوم اطلع اطلع يا ما شو بتهلس. خد علي خد بس بدي اخد موبايلاتي. ايه ابو ايه ابو شاكر فاسي تقوم فاسي اسمني على المهاجرين لو اطلع لبرا اطلع. صرنا نعرف هلا انه الهند من الدول اللي كتير مهمة بالعالم بالصناعة والزراعة والسياحة. قومي جودي شو اهم منتج زراعي بالهند؟ ما بعرف انسى. طيب من وين بنجيب الرز؟ عن جنب ابو كمال. غلط عادي شوفي هلا شو شاطر. قومي يا جعفر من وين بنجيب الرز؟ عند عمي فواشي. فواشي بس فواشي عوض فواشي تخلع رقبتك. هو معقول يكون في فواشي بهني؟ الله قولي الله يا الله. خير شو بك يا ابراهيم؟ شو في؟ ما في شيء. شو ما في شيء؟ ما في شيء والدمع بفوس بعينك؟ شو شو صاير له؟ سوسو بنتك سوسو. شو بس سوسو؟ صاير له شيء؟ هلا انا وعم رتب بالغرفة شفت هالورقتين. شو هالورقتين؟ شو فيهم؟ والله شغلتي لي بالي. سلمى بنتك كاتبة رسالة لرئيس الحكومة. اوف لرئيس الحكومة فرض ضربة؟ عم تضحك؟ ولك اسمع شو كاتبت له. اسمع هاتي لشو؟ عمو رئيس الحكومة الحباب. أنا اسمي سوسو يعني سلمى. بدي أحكي لك إنه البابا والماما بضلوا بيتقاتلوا وبضلوا زعلانين عم يتقاتلوا على المصاري. وأنا بخاف كتير على البابا لما بعيط. بزعله وببكي كتير لما الماما بتبكي. عمو ليش ما بتزيدوله المصاري للبابا شوي حتى يجيب لنا بندورة وبيت مشان تعمل لنا الماما جزمز. انا بحب الجزمز كتير يا عمو وبحب اللحمة كتير بس ما بيشتروا لي اياها الا قليل كتير. امبارح اخي كان مرضان كتير والبابا أخدوا على المشفى بنص الليل والماما كانت عم تبكي. لما رجع البابا كمان تقاتل مع الماما مشان المصاري وقال من وين بدي يجيب حق الدواء بنص الليل. وعاد البابا يستنى للصبح ومن بكير دق على الجيران وأخد منه المصاري. كفي يا إبراهيم كفي. أنا زعلانة منك كتير يا عمو رئيس الحكومة لأنه سألت البابا من وين بتجيب المصاري قال لي من الشغل. قلت له وين بتشتغل قال لي عند الحكومة. وأنا شفت صورتك مبارح على التلفزيون سألت الماما مينو هاد قالت لي رئيس الحكومة. يعني أنت رئيس البابا بالشغل. قلت لأبعت لك هالرسالة بلكي بتعطي البابا مصاري أكتر. البابا بيستاهل وبيتعب كتير بالشغل ليش ما عم تعطوه مصاري؟ أنا بس أكبر بدي أشتغل وساعده بس ما رح أشتغل عندك بالحكومة. بدي أصير بالجمارك مثل جارنا أبو فيصل كل يوم بيطعمي ولاده لحمة وفراريش. مرة يا عمو رئيس الحكومة
سألت البابا ليش ما عندنا سيارة؟ ضحك كتير وبعدين حضني وبكي وأنا بكيت معه بس ما فهمت شي. بعدين عرفت إنه السيارة بدها مصاري كتير والبابا ما معه، وأنا هلأ عم جمع مصاري بدون ما أقول للبابا بدي أشتري له سيارة. صار معي 13 ليرة وبدي أشتري لفحة وطاقية وكندرة زهرية وكولون أبيض جديد لصير أميرة وأتجوز أمير، وبدي أشتري تخت لأنه أنا وأخواتي عم ننام بتخت واحد، بدي أشتري لعبة فلة وبيت شوكولا اللي فيهن لعبة، وبدي أشتري صباط للبابا لأنه صباطه منزوع والبابا موظف بالجامعة وعيب يروح الجامعة هيك. فبعت لك الرسالة يا عمو، بلكي بتديني شوية مصاري لأشتري للبابا صباط، وبس اكبر والله والله لرجع لك يا هون. سلمى على الكم ونوبة بيع بقشرة ليمون.